Hi guys, welcome back to my YouTube channel. إذا منكم عاملين لي subscribe, please عملوا لي subscribe لأن هذا الشيء كتير بيساعدنا. مثل ما قريتوا بالتايتل, اليوم جبت غراض من Shein وحفرجيكم كل شيء وحأسلكم كل شيء, وكل اللينكس حيكونوا بالdescription. إذا بدكم تجيبوا حي الله شيء فيكم. خلينا أعطيكم شوية معلومات قبل ما أفرجيكم الغراض, لأن دايما بيوصلي أسئلة خصوصا من لبنانية. إذا أنتوا بلبنان ما فيكم تشتروا شيء من Shein غير بالدولار. تاني سؤال دايما بيوصلي هو إذا في تاكسز جمرك بس يوصلوا على البيت. إيه بس قيمة منا كتير كبيرة حسب وزن الباكج. أنا دفعت 50,000 حسب قدي بتجيبوا غراض تدفعوا جمرك. وتالت سؤال, قدي بياخدوا وقت؟ أنا أخدوا تقريبا 8 days, 8 أيام لوصلوا لعندي, بس بفتكر حسب قديش شارين. ببين عندكم أصلا بس أنتوا عم تشتروا إذا express shipping أو standard shipping. أوكي جايز, خلينا نبلش. كل شي جبته بسايز XS لأن أنا حدا كتير بتيت, فبس تعرفوا for reference. أول توب حبلش فيها هي التوب اللي أوريدي لبستها أنا هلا. كتير حبيت لونها وكتير حبيت الماتيريال تبعها لأنه هيك بيان سميك, مش إنه هيك كتير رقيقة مشته. كتير بتريح وكتير هيك صيفية, حلوة مع وايت بانس, حلوة مع جينز, وأنا حدا ما كتير بحب الألوان, فكتير انبسطت إنه جبت شي ملون وعم بلبسه وعم بحبه. يعني صرت لابسة هالتوب شي 4 مرات وكتير بحبها. سينس بلشنا بالتوبس حكمل وفرجيكم كل التوبس قبل ما فرجيكم غير اشياء. تاني توب جبتها هي هيدي التوب اللي كمانه صرت لبستها كذا مرة. انا حبيت انه في عندها هيك خياطة لبرا, بس ما كتير حب هيدا الشيء, بس انا كتير حبيت, وعندها ميلة اطول من ميلة. سو هيدي تاني توب. تالي التوب هي شيء ما بعرف اذا بنصحكم تجيبوها لانه كتير رقيقة مشتها. يعني اوكي مهضومة حلوة على اللبس, بس بعرف انه هيدا الشيء ما كتير حيضاين. يعني هيدا التوب الوحيد اللي بركي بقلكن انه ما بنصحكم كتير تجيبوها, انه مش ابشع شيء بالحياة بس مش احلى شيء كمان. نيكست توب كتير مهضومة, كتير اخذت معي وقت لأعرف البسها لان شكلها هيك مثل ماشي ما فيها شيء, انتو بتكون تعرفوا تلبسوها, بس ضبطت, حبيتها كتير لانه هيك كتير حلوة على اللبس. هلأ شوي ريفيلينج, بعرف انه في ناس ما بتحب انه هالقد يكون مفتوح, ولا انا بحب اوقات. ببلاد اوروبا ما عندي مشكلة البسيك لانه غير, بس هون وبالبلاد العربية ما بعرف اذا بلبسها انا ومرتاحة. الشيء اللي رح فريكم اياه هلأ هو بركي احلى شيء انا جايبته بكل حياتي, مش بس من Shein, بكل حياتي, اللي هو هيدا الكرسي. guys مشيته بتعقد, I'm in love with it. بعد ما لبسته لان حاسه انه لازم يكون في شيء هيك سبيشال تلبسه لان هالقد حبته, باينه عن جد باينه ديزاينر وهي Shein, فهيدا الشيء I'm in love. بس رح نتخطى الموضوع ونفرجيكم شيء تاني. خلصنا من التوبس, حنتنقل على الفستان. اول فستان شوي غريب بفرجيكم اياه, هيك ما بعرف اذا حتفهموا كيف شكله. هلا بتشوفوه بالتراي اون. اللي حبيته بهذا الفستان هو الكات اوت من قدام, حسيته هيك عاطي شيء زياده على الفستان, مش انه فستان عادي. لو ما في هذا الشيء كان بيكون مثل قميص فستان, بس هيدا عطيته هيك شيء سبايسي. نيكست, اوكي هيدا الشيء كتير حلو. اوكي ما كنت متخيله انه رح يزبط علي لانه يجي هيك اشياء ما بتزبط علي, ما بعرف ليش شكلي حابه الاخضر هيدا السيزن. هيدا الفستان هلا بتشوفوه على اللبس لان اوبفيسلي هيك مش مبين. كتير فكرت انه ما حيزبط علي لانه خصر كتير صغير, فعاده بيطلعوا كبار علي, بس هيدا الفستان زبط علي وحسيته انه عامل لي عطيني فورم لجسمي. كتير حبيتها على اللبس, وعاده ما بحب هالطول علي كمان لاني قصيره, بس حبيته. فهيدا الفستان اكيد حلبسه بالهونيمون انا وباسم. هلا بطلنا مسافرين, ما قلت لكم هيدا الشيء, بطلنا مسافرين بس حنبرم شوي بلبنان, فبركي بلبس هيدا شي نهار مثلا رايحين نتعشى. كيوت. وهيدا اخر فستان كمان ما بعرف بدي افرجيكم اياه, هيك كتير غريب شكله من قدام, مش مفهوم شي منه. كتير حلو على اللبس وكتير مريح وكتير حلو اللون تبعه والباترن, هيك كتير بحر. وكمان هيدا الفستان طويل, اللي هو انا عادة ما كتير بجيب فساتين طوال لانه قصيرة, بس عم بحب الفساتين الطوال علي, هذا شي جديد. حنتنقل على البانتس لانه جبت بس بانس واحد اللي هو هيدا الازرق, اريح بانس لبسته بكل حياتي. هيدا البانس الوحيد اللي اضطريت شوي زبطه, كان شوي كبير اخسره, فاخدته عن الخياط وزبطته. قصرته كمان, بفتكر قصرته كمان شوي صغيرة. كتير 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 مريح, لبسته بسربيا تصورت فيه, هلا بحط لكم الصورة هون. وعن جد عم فكر جيبه بغير الوان لانه كتير مريح, كتير مريح.
next تنورة. جبت تنورتين. اوكي اول واحدة كمان خضرة في لون عم نحبه. هيدي قماشته كتير حلوة وكتير سميكة وبتعملكم جسمون كتير حلو. كتير مهضوم. عنده هيك فتحة صغيرة كمان بتساعد للناس القصار انه يبين جسمون احلى. كمان اكيد حقلبسها بالشهر العسل انا وباسم. تاني تنورة بعد ما قصتا. بس هيدي تنورة شفتها ناجين. كتير بيسك هيدي التنورة بس تنلبس بالصيفية وبالشتوية وبكذا طريقة. فين البسها كاجوال وفين البسها مرتب مع كعب. كتير عبالي انا البسها بالشتوية مع بوت طوال. I can't wait. Next اشياء شوي للبحر. اوريدي انا لبستها هيدي وتصورت فيها كمان. فيكم تشوفوا الصوره على انستغرام. ما فيها شيء يعني بس انه هيك مهضومه فوق المايو وحلوه. مثلا اذا انتم على البحر وباقيين لليل بالليل شوي بتسقي على البحر لان بيكون في هواء بتلبسوا هيدي هيك مهضومه بس بنفس الوقت شوي شوي بتخفف هواء عن جسمكم. Next هيدا الشيء بس هيك فوق المايو كمان بس هيدي التنوره. اذا لبسه مايو فين البسها من تحت هيك ما معنا بس بنفس الوقت انا كان كتير عبالي اجيبها فجبتها. بس هي انه ما بتزيد شيء يعني ما بتدفي ولا بتخبي شيء بس مهضومة. وهيدي كمان في منها كتير الوان بتذكر بس شفتها على الويب سايت فاذا بتكون اياها بغير لون كمان في I think يعني ماني اكيدة بس بفتكر. Next هيدا الشيء ما قسته بس رح فرجيكم اياه. هو بلت ما فيها شيء مهم يعني بس هيك بيسك اللي لازم يكون عندكم اياها. انا ما كان عندي وحده مع هيك باكل كبيره كان عبالي فجبت هيدي وكتير مبينه مرتبه يعني ماكينه بيقولوا منا انه رح تنكسر فحبيتها. ماكينه بيقولوا متينه بيقولوا I think. وجبت كمان هولي للشعر. هلا كتير دارجين وانا كتير عم بحب ارفع شعري. قبل ما كنت بحب ارفع شعري بس هالفتره صرت عم بحب ارفع شعري ف يا واخر شغلتين جبتهم هن عوينات شمس. هولي هن نفس الشيء بس غير لون. كتير حبيتهم بس كتير حبيتهم اكثر انا وفالتي شعري لان انا ورابطه شعري شوي كبار على وجهي بس انا وفالتي شعري كتير حبيتهم وكذا ناس صار سائليني عنهم على انستغرام فهولي من شي ان جايز وراح احط لكم اللينك بالديسكربشن اذا بدكم اياه. بعد في شيء خليني اجيب لكم اياه. كنت ناسي انه جايبه هولي. اخر شيء حفرجيكم اياه هن هولي. جبتهم للبحر هيك حسيتهم انه بيلبقوا مع كل شيء وانا بحب هيدي القماشه كثير بحسها بيتش. سو جايز هيدا كان كل شيء لهيدا الفيديو. اذا حبيتوا حيلا شيء برجع بذكركم انه كل شيء رح يكون بالديسكربشن. ثانك يو سو ماتش فور واتشينج. اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم نيكست ويك. باي.